إذن مشاهدين الكرام، مرحبا بكم مجددا. شكرا لزميلتنا عليا الشامسي على هذا التقرير المهم جدا، ألا وهو العلاج بالأوزون. في عصر الأمراء والنبلاء استقى فخامته وأناقت تفاصيله الطراز الفرنسي في الديكور، مزيج من الجمال وعرافة الفن الذي ينعكس في كل تفاصيله المعمارية وتصاميمه الداخلية. للحديث أكثر مشاهدين الكرام حول سمات الطراز الفرنسي في الديكور، معنا في الاستوديو مهندس الديكور إبراهيم ربيع. صباح الخير مهندس إبراهيم. صباح النور على جمال. يعني في البداية احنا نتكلم، يعني شو هو الطراز الفرنسي بشكل عام قبل أن ندخل في التفاصيل؟ الطراز الفرنسي هو طراز معماري بالأساس. نعم. هو طراز معماري فني. مثل أي أطرز انتشرت بأوروبا وبالعالم بهذه الفترة. الطراز الفرنسي تميز لأنه هو أساساً خرج من القصور، خرج من الإمبراطورية، خرج من القصور النبلاء. الناس في هذيك الفترة كانوا في فترة ترف، فكانوا يصرفوا على البيوت، يصرفوا على المنازل، على حدائقهم. فانتشر هذا الطراز بشكل كونه طراز كلاسيكي. طبعاً تخطى هاي الفترة بعدين وانتشر عالمياً، وبعالمنا العربي كثير منتشر، وحتى بالدول المجلس التعاون دول الخليج العربي. نعم. وخاصة دول الإمارات انتشار كبير، كونه هو طراز رومانسي كلاسيكي بسيط لكنه جميل جدا وقريب أكثر ما يكون للنفس. نعم. هو نفس يعني قريب من الفيكتوري أو الديكور الفيكتوري. الفيكتوري هو سابق للطراز الفرنسي، لكن منه من أساسيات الطراز الفرنسي هو الفيكتوري، لكن في اختلافات بسيطة بعناصر بسيطة جدا تختلف عن هذا الطراز عنها. تمام. مهندس، خلينا نتكلم عن خصائص هذا الديكور أو الطراز الفرنسي. نبدأ نتكلم عن الألوان، شو أكثر الألوان السائدة في هذا الطراز؟ الطراز الفرنسي تميز هو ميزته بألوانه، ألوان فواتح، ألوان فاتحة، بيج، الأزرق خفيف باهت، الأخضر الباهت، البني الباهت. فبتلاقي دائما أنت المكان اللي فيه طراز فرنسي، الصالة أو غرفة النوم أو أي مكان، بتلاقي هو مكان فاتح، في نور، في إضاءة، في ألوان فاتحة قريبة للنفس. ما في ألوان دواكن وما في ابتذال في الديكور، يعني هو بسيط بشكل عام لكنه دقيق بتفاصيله. نعم. إذا أنا اليوم عندي مثلا فيلا عندي الصالة عندي غرفة الطعام، مثل ما نشوف يعني في الصور اللي نشاهدها مع مشاهدينا الكرام، يعني الألوان الفاتحة فيها مثلا الوردي الفاتح، الأبيض الفاتح. بالنسبة للجدران، يعني هل الطراز الفرنسي يعتمد على الجبس مثل ما نشوف أو الخشب أو حتى ورق الجدران؟ يعني شو الأفضل؟ هي عناصر مجموعة. نعم. عناصر مجموعة. بالأساس أول شيء نحن اللون. نعم. نحافظ عليه. نعم. اللون الأساسي اللي هو مثل هاللون اللي شايفينه نحن. نعم. اللون هو اللي بيحدد لنا هذا الطابع. جدران إلى قالب دائما نحن بنشوفه بهذا الطراز. نعم. إذا إطارات جبسية بسيطة خفيفة. الطراز الفرنسي في استخدام للورق الجدران والزخارف النباتية البسيطة بالأسقف. نعم. طبعا الديكور الفرنسي القديم أساسا كان الأسقف كانت مرتفعة. نعم. فأنت كنت تشوف الستارة عالية، الشباك. صحيح. عالي. الأبواب كانت عالية مرتفعة، مو مثل اليوم 220-240، لا كنت تشوف الباب بيوصل تقريبا للسقف والشبابيك كذلك، فأنت مشان هيك تشوف المكان منار بشكل. صحيح. طبيعي، لأن مساحة أكبر للضوء يدخل. طبعا يعني حتى لون الجدران بياخد حقه من الضوء. صحيح. والأثاث نفسه اللي يكون موجود. تمام. نتكلم عن الأثاث، مثلا الحين بنتكلم بناخذ غرفة تقريبا، نتكلم عن غرفة المعيشة، شو أنواع الكراسي اللي تفضل تكون موجودة، شو أذرع الكراسي، طريقة وضع المخدات، يعني نتكلم عن تفاصيل غرفة المعيشة. هو بشكل عام عليها هو طريق طراز كلاسيكي. يعني ما كتير مختلف عن باقي الأطرز الكلاسيكية، لكن هو بيتميز ببساطة الانتقاء للقطع. نعم. لقطعة الأثاث. طبعا كثير كانوا يهتموا بالقماش والتنجيد. يعني مهم الأقمشة والتنجيد، هي الأقمشة مهمة أكثر من شكل الكرسي نفسه. تمام. بحيث الطابع هذا كان يتميز بزخارف نباتية بسيطة وورود. صحيح. ناعمة، فأنت. نعم. هي بتشوفها دائما أنت اللي هي تعطي راحة نفسية. صحيح. احنا من خلال الصور قاعدين نشوف الزخرفة
في مثلا على السرير، على السرير يعني مش ما ماخذ مثلا كامل وزخرف مثل الفيكتوري يعني. صحيح. الفيكتوري يعني النكش والورود وكذا تحس انه في زحمه شوي. يعني تحس انه وايد كلاسيك ناعم، يعني ممكن تحصل زاويه فيها زخرفه. هي مثل ما قلت لك هو الطابع بسيط بشكل عام لكن دقيق بتفاصيله. صحيح. يعني ان احنا لو اخذنا اي زاويه من ضمن اي صوره بالعمل الفرنسي، الطراز الفرنسي، بنلاحظ انه هي الزاويه غنيه جدا لكن غير مبتذله، يعني ما في شيء زايد عن حده. يعني حتى الذهب يستخدم في الطراز الفرنسي لكن بدقه وبانتقاء. يعني بنختار ورده صغيره، خط خفيف ناعم بالذهب، لكن ليس يعني مو بالشكل الاطرز الثاني، الطراز الروسي، الطراز الانجليزي القديم، الطراز اللي كانوا فيها زخم بانتقاء الالوان وقوه وشده، يعني حتى كان الذهب بيحط كذهب. الطراز الفرنسي لا، كان في زوايا ناعمه بسيطه، بتلاقي انت ورقه الورده بتكون ذهبيه على سبيل المثال او خط بسيط. ففي انتقاء بالالوان وفي يعني هو على الجوده اكثر من الكم. يعني طبعا الكم من اكيد، يعني انت ممكن تشوف بالغرفه كيف بالسقف كامل 4 زخارف، لكن هي الزخارف غنيه غنيه ودقيقه، يعني مدروسه صح، في عشوائيه بالترتيب. صحيح. عشوائيه بالترتيب، يعني الاثاث منتقى متناسق مع جدران، متناسق مع السقف، مع قطعه السجاد اللي تحت، فهو كي اللي هي بالاساس هي لوحه فنيه، يعني شيء مريح نفسيا. وهو طراز رومانسي. تمام. يا سلام. طراز رومانسي. ما نس نتكلم عن هاي الصوره اللي نلاحظها سويا، نشوف بعض الاثريات، بعض الاشياء اللي تدخل الاضاءه تكون بطريقه معينه، خبرنا اكثر عن تفاصيل هاي الصوره. هلا بنلاحظ بالصوره هاي، شوف الشبابيك عاطين الغرفه حقها من الاناره. صحيح. ارتفاع السقف دائما لونه فاتح جدا يميل الى الابيض. الوان جدران البيج، في تعتيق بالجدران، في 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 لمسات فنيه خفيفه، يعني حتى بالصبغ نفسه بتنحط فيه لمسات تعتيق ولمسات تمشيح، واللون بيروح من الغامق الى الفاتح، فبتلاقي في تدريج بكل شيء. هلا الاثاث عندنا هون، هلا ممكن هذا يكون الاثاث منتقى من طراز اخر، لكنه هو كمل اللوحه الفنيه الموجوده عندنا. تمام. نتكلم عن الاثريات اكثر او اللوحات اللي تنحط، هل في نوع معين من اللوحات ممكن نحطها مع الطراز الفرنسي؟ كانوا يهتموا كثيرا باللوحات الجداريه، يعني انت بتلاقي في كم من اللوحات الجداريه الموجوده، حتى الفريم الاطار تبع اللوحه بيكون زخم، بيكون في حفر، بيكون في نباتات، بيكون في شكل جميل جدا، بيكمل طبعا طراز البيت. ليش؟ لانه نحن مثل ما حكينا انه طابع الجدران بشكل عام هو طابع اقرب الى البساطه. فاللي بيغني المكان اللي بيغنيه هو الاثاث واللوحات الجداريه، مرايا، بيستخدموا الاثاث المعدني بتعتيق خفيف جميل، زاويه، طاوله صغيره ممكن تكون، او ممكن ركن بسيط. نعم. اذا ما نتكلم عن الاضاءه، يعني الإضاءة إحنا ما نشوف إضاءات كثيرة، يمكن ثريا بس أو إضاءات خفيفة موجودة في يعني إضاءتين أو ثلاث بالكثير، حتى ما نشوف إحنا كثير من الإضاءات، فوانيس معينة. كيف اليوم هاي الإضاءة تخدم يعني هذا الديكور؟ شوف، هو هذا الطراز مستمر على شكله منذ القدم، يعني نفسه في تغييرات بسيطة، الإضاءة عم تتغير بكل أنواع الديكور. احنا اليوم ما عم نستخدم الثريا الموجوده الوحيده اللي هي بمنتصف الغرفه، لا، صار في دمج بالاضاءات، وصار في مزج بالالوان الاضاءات، صار في الوان جداريه، اضاءه جداريه، واضاءات ضمن المفروشات، واضاءات مخفيه. يعني هذا الموضوع هو حسب المكان اللي بينتقي، حسب الشخص اللي صاحب هذا المكان، لكن هو بشكل عام لازم يكون منار بشكل كافي، حتى انت الالوان مثل ما حكينا تاخذ حقها اكثر، تبين أكثر. الالوان اللي يستخدمونها في الديكور مثلا الفرنسي، يعني هل الاوف وايت او الابيض اكثر شيء؟ يعني البيج. الابيض للاسقف دائما، البيج، درجات الازرق الخفيف، درجات البني الخفيف، درجات الوردي الخفيف كذلك. هن ما كانوا يعتمدوا على الالوان الغامقه القويه الا بالمفروشات فقط، فكنت تفوت على الغرفة أو على الصالة فتشعر بهدوء، تشعر براحة، حتى تحس لما تدخل الغرفة هادية جميلة ما فيها كثير من لكن تشوف مثلا السرير بارز، لأن صحيح. الفرش اللي موجود، الفرش هو اللي كان يعطي الفخامة والترف،
اللي بتحسه أنت. يعني كنت تشوف سرير مليء بالزخرفة صحيح، أو قطعة أثاث محفورة بشكل كامل، لكن المكان هادئ. نعم. وهذا اليوم اللي الناس لما تختار هذا الطراز لازم تنتبه لهذا الموضوع. نعم. يعني هو مختلف تماما عن باقي الطرازات الكلاسيكية، هو ما نو زخم. نعم. هو بسيط، لكن مثل ما حكينا مرة ثانية بعشوائية منتقاة. بالضبط. يعني دراسة العشوائية. نعم. يعني نختار قطع صحيحة ونختار ألوان صحيحة ونبسط المكان لكن بشكل جميل بشكل فخم. شكرا لك مهندس ديكور إبراهيم ربيع على تعريفنا على الطراز الفرنسي، يعطيك العافية. شكرا عليك، شكرا جمال، يعطيك العافية. شاهدين وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من صباح الشارقة، تريونا إن شاء الله في الغد مع مواضيع شيقة ومنوعة. أترككم في أمان الله. أيضا تقبلوا تحياتي، أخوكم جمال السميطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.